قدام مجموعة من أعضاء الجمعية بتقديم مشروع ترميم مجموعة من المنازل الخاصة بمدينة تطوان العتيقة. هناك خمسة المنازل، كل منزل ينتمي إلى قرن من القرون الخمس الأخيرة. كاين منزل من القرن السادس عشر والسابع عشر الثامن عشر التاسع عشر والقرن العشرين. إذن الفكرة هي المشروع هو يعتمد على مجموعة من المقاييس. المقياس الأول هو استعمال نفس المواد البناء التي استعملت في الأصل. إذا كان المنزل القرن 17 نفس المواد، القرن 20 نفس المواد. المقياس الثاني هو استعمال نفس التقنيات البناء التقليدي. إذا لما كنقول المواد التقليدية معناها ما كنستعملوا لا إسمنت ولا حديد. ثالثا نفس التقنيات، مثلا إذا كانوا كيسقفوا بالخشب كنسقفوا بالخشب، كانوا كيسقفوا بالقصب كنسقفوا بالقصب، بالحديد كنسقفوا بالحديد. يعني هنا كنشوفوا التطور البناء للسقف مثلا. كاين أيضا المقياس الثالث هو الحفاظ على العناصر الفنية، الزخرفة داخل هذا المنزل، لأن الهندسة المعمارية هي تعبير فني. هذه مهمة جدا. إذا مثلا كنتبعوا جميع المراحل للترميم، وكنطرحوا المشاكل، مجموعة المشاكل، وكنبحثوا على حلول بعد المناقشة والتحليل الوضعية. ودائما الاختيار هو التقنيات التقليدية والمواد التقليدية والحفاظ يعني على العناصر الفنية الأصلية. إذا بعد غادي نخلقوا واحد كنا نزوروا المنزل القرن 16 17 18 19 ونشوفوا كيف تطور هذا البناء. والخلاصة هي تحديد الخصوصية للمنزل التطواني، يعني لأن هذا المنزل التطواني يختلف عن منازل في مدن أخرى، وهناك اختلاف للمنزل التطواني في تطوان من قرن إلى آخر. ثم بعد ذلك هنا كاين سبعة المدخلات الإسبان، أساتذة كبار من جامعة برشلونة وغرناطة ومالاغا وأليكانتي، وكاين واحد المجموعة. إذا هذو كل واحد متخصصين في البناء والتراث الثقافي للمدن العتيقة. كاين مجموعة المدخلات مثلا واحد الكتالوج، واحد الدليل معماري لتطوان عاد طبعته لجامعة غرناطة تم التقديم ديالو. ثم هناك مثلا المتخصصين في جوانب دقيقة في الترميم، مثلا الترميم بالجير، كاين اللي متخصص في المنزل التقليدي والمحيط الطبيعي. إذا هادو الناس متخصصين، والعدد المدخلات كتقارن ما بين مدن إسبانيا وتطوان تاريخية، كيقترحوا علينا الحلول. وزيادة على هاد السبعة الأساتذة اللي كيشاركوا هنا، كاين الآن 35 مهندس معماري اللي كيدرسوا الهندسة معاهم، فجاو وحضروا وشاركوا في يعني كيكيلوا كيدرسوا هاد المنازل اللي حنا كنتدخلوا فيها. يعني هاد الوفد 35 طالب جامعي وسبعة الأساتذة جامعيين من إسبانيا كاملة، وغادي يتبعوا واحد الوفد إيطالي اهتموا بزاف بهذا المشروع هذا، كيدرسوا لنا المشروع ديالنا للجمعية تاون أسمير، لأن هذا المشروع فكرة جديدة. باش ما نبقاوش كنتكلموا على المنزل التطواني بشكل مجرد أو المنزل المغربي، لا، كل منزل مغربي في كل مدينة عنده الخصوصية، وهذه الخصوصية هي التي تؤدي إلى التنوع، وهذا التنوع هو الذي كيعطي القيمة لهذا التراث ديالنا باش يمكننا نفهمه، لأن كنتخصصوا في كل جانب وفي كل فترة زمنية وفي كل يعني هذه التقنيات إلى آخره. إذا كاين واحد الحمد لله واحد الاهتمام وواحد الحضور مهم جدا، ومن بعد غادي يكون واحد النقاش يعني ونشوفوا كي وهذا الشيء كامل يعني غادي يغنينا الخلاصة تحديد منهجية للتعامل مع الترميم المنزل التطواني بالمدينة العتيقة. ما بقاوش هذه التدخلات العشوائية يعني اللي كاينة. إذا هاد النماذج يعني بعد ما نفهموها غنحددوا واحد المنهجية اللي يمكن المسؤولين يطبقوها إذا بغاو يحافظوا على هذا التراث. وبطبيعة الحال كاين نفرقوا ما بين الدعم والترميم، والدعم مثلا هو اللي كدعم العمران، ولكن بعض المرات يؤدي إلى تخريب التراث. هذا لا، المدينة العتيقة أغنى ما فيها هو التراث، خصنا نحافظوا عليه كيف بالترميم. إذا الدعم والترميم خصهم دائما يمشيوا مع بعضهم. هذا هو اللي خصنا
حنايا نساهموا في التحسيس ان هذه المساله هذه من خلال منبر تشتاون اسمير اللي المدينه العتيقه تشكل دائما اولويه من اولويات الجمعيه. وشكرا.